بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عشر كحوكا بلابانا يا حديث كن سغال بقول يلحي أفرتن. باب الإفراد بالحج وأنواع النسك. يسوى حج كلي الله حرم هذا وي إفرادكو حج كلي لقار يالا وي أو أن عمره لقو دارين يسوى عمره دي بالك لساري تمتعنا معها قران معها مرك حج كلي أنا واد حرم كرتا إفراد كاسال إلا إلا حج كلي حرمته يوم أنواع النسك هي إحرام كن عيسى قال دوم بهذا النسك كاسال لقو دارين. مسلم عن ابن عمر ماشي حديث بدن با يا لسدابا يوسو داري سيدي قبانا اهان يوسو داري وحويان مركا ميلاي سوى ولا فقسين لكن هذا غاتان اصلك وحكاستا الله شيغو اصلك وحويان نبينا عليه الصلاه والسلام حجه الوداع قارن بو اها وحي كاسا اصلا مركا وحي وحكا الدواء أما تفسير كلاي لهذا هاي أما الشاد بوية أما لكن سدى أذو إن ده إسكو هاي أذو قاضنا يسوي حي النبي أنا عليه الصلاة والسلام مركي وكسو حمرني كسو حرمنا يدو الحليفة حج إي عمرو أيوة ذقاتي وحساء قليني وحي هاي عربتا وحي أتقيني إن بلاها حج كلا عمرو يستو إن يتهي دنبيد أقوين مركة تيبا لبابيني ويسردها حج عمره ويسرح قلين إلى ماركة قيامة يساء سؤول الحجران مركة هدي نوتي حول بذن بوذي قيل بذن بوذي رسولك صلى الله عليه وسلم سيد القرآن كشيقي أنا روح مره دي وحرمضه قي حوله هنا ووضو إلى حولها اسميشي لقو قورع يي لقادو أو أه منا ما لنتا يبشو طبان كتهي إحرام كان ما كبح كري إحرام كاس ما كبح كري مركا أما حج كلي حرم ذو أما حج عمرها وضع حرم ذو مربع داد هدي وضو أما حوله وضو إلى ماشي هدي اللي جو جورع يأتك قعدو أو أهمنا ما لنتا يتابش وطبنك حج ك إن إحرام كا كم بح كريس رسولكم مركز صلى الله عليه وسلم يسوع وحو حدي وحو يري لبيك حج وعمره لبضة يسلح قليه ذاتك ولي إن ويكون عصب تاين ما ركتي إن أرنت أنا أرنت كون عصب وياي تطبع واحد إسكحدان حج كودي كلية إسكحدان دنا عمره حدان مركي لا تجي لكن وحي بدن تاين نبي قال الرعاية حج عمره على وضع حدي مركي مكلة تجي يا رسولك وحو الله الله أصحابته أيو الله الله وحو يلقفك وان سوارنا هذا حديثنا رو إن كل علنا يهون سيا عماشة حديثنا بدن أن لو مودين نسكير هرر إما نيام ما وحرمنا متك أصل كأه معتمد كأه أي تامر والبا إن لقاته إن أنصف يعني سوح السوسي إنه مر والبا مركاسا وحو الروحي أن وذنين هدي روح أن وذنينو إحرام كاغي عمره كدغ عمره كدغ معناه هذا waxaa weey marka tagto meesha tawaf alqudum baajira tawaf alqudum kila salaamayo oo salaamta masjidka aha iyo xaramka iyo kaabada ka waxaad ka dhiganaysaa ruknigi labaad umrada ruknigu kaad waa ihraamki aad miqaadka ka soo xarmatay ruknaga labaadna waxa weeyaan waa tawaafkan kadib rukna saddexaad sameeyo alhalq as-sa'y bayna as-safa wal marwa samee adigana samee kadibna xiro ama gaabso waliba gaabsashada ayaa fadli badan inaad timaha gaabsato si aad xajku markuu ku dhamaado aad si fiican ugu xirato ragaan ka hadlayna haweenku marna ma xiranayaan dhowr saddex tan iyo wax saas ma iska goynayaan
مركز ساس وي سيدا او ساحل ساس وي تتكاس وي حالاش حج كي احرام كي بي كبحين متمتعين بين نقدين ليك باك هو اجيبه لكن نافع اريا ان قلان هديك لي صدح مع المودين حج كو سومان مركز لابتانا ويقولي هذا كل ابتانا اي تضام الموت سومان سيدا سوي احكام سيدا سوي احرام كو مركز لقاح لي مركز تاسع اصلا وحي انت اسكدوان اردن وحويان اما واشاد اما وحويان يعني ماها سيدي سحظة عيد ماها سيدة سحظة واسدة عن ابن عمر وحال قوري قال وحوري اهللنا وحانو حرمنا اهلال كماشن اما وحويان لبيك ذي وحرمشة ذي حرمنا ام بيسلمي ذيين مع رسول الله رسولك الهي وحانو لا حرمنا بالحج حجك مفردا اسوغو كاليجي احج كالي اه وانو صامر انتا انتا صغور اسوغو او حج عمر والاسلح قلنا يدهينا وانصار كدونا عبد الله بن عمر مركا مع وحلقيا ومركي كوابادا لبيك حج انتو يلي وحدنا عمر قلال كرعسي انو ساس كوابانا والغيا با وفي رواية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بالحج حج ايو حرمضي مفردا حجك اوكيلي اه ساد اكتهينا نبيك ساس ميالين وعن عائشة وحال لقوري رضي الله تعالى عنها أن رسول الله رسول كله أفرد بالحج حجك وكلي يالي وكلي يالي أو عمرضك مدرين وحاصر لن وحاوي أنه اسكت دريبا كراجحة وفي رواية قالت وحيتلي منا وحنا قمدها من قف أهل حرمضي بالحج مفردا سوى كلي دات كيبا مركا جيسي دات كيبا نبيك وكدو دي ومنا وحنا قمدها من قرنا قف حريريي حجكي عمردي اسكو داري رسولك ايا كمدها ومنا وحا كمدها من تمتع ضد تمتعين وانا قمد مركا هالكا اسقف وعمرك لي تكسو حلي وي قفك متمتعي وقفك هالكا عمرك لي كسو حلي ضد كاسنا وي راين دي جرامب وعن عائشة وحل قوري رضي الله تعالى عنها قال وحج خرجنا وانو بحني حجك حجة الوداع وهي مع رسول الله رسولك الهي الحج بانو صوب بحني على انواع ثلاثة صدح احرام وكل الدوان وصدح ليئون وقفك متمتعة وحلي وكليتا عمرو اما قارن بوها البضل يسكو دري اما حج بس بحلي صدح دون بي من دقون كران فمنا وحنا قمدها بيتر من قف أهل حرمضي بحج وعمرة معا لبضا وضبا نبقى ويكا صلى الله عليه وسلم إيه انتي راضي ومنا وحنا قمدها من أهل بحج مفرد حج كليقي قف حلين ونقول جريتري ومنا وحنا قمدها من أهل بعمرة عمرة قف حلي مفردة وكليقي فمن ذاتكي أما كان أهل كي حلي بحج وعمرة معا حج عمرة وذا الصعود قف كي حداي لم يحل الحج كي كما بحين إحرام كاس كما حلالو بين أو كما بحين ما هو لقى وضع وحيابها محظورات الإحرام كالي دا ذو إي لا تبني يدأه طبعا كاس وكحاران ومساسا لقى وضع كما بحين حج كواساس بي لم يحلل كما حلال وبين او كما بحين حجكي محانو جري حجكي عن ليهن احرامكي من شيء وح وما حلال وبين لم يحلل وما حلال وبين من شيء وح او مما وحي كم اذا حرم منه لغا حران تنميي وحي عليه لغا حران تنميي طبعا كان سوء عرقني من الله مبنين حتى انت يقضي وكرنا ما يستيرو مناسك الحج حجك أعماشي صعنا وكجته وحويا لكن التحلل الأول وحل جوجا مركي جمرة العقبة وقطع وطور تصدق هذه النجاح تضواري النجاح يركع مقررها وكتوره ما أنت عيد أي بيش طبعا كتاعي حول هذو هيا وجورعه markaasoo xiiran oo xiiranaya markaas wuxuu helay waan ku celcelinay ila ay masaxdina si fiican uga gasho ruuxa jin iyo ruuxa kalaba at-tahallul awwal balinka
محظورات الإحرام كي أردن وأو حلال كل شيء إن ما رجتي وحاس كي سلط رقم إسلط رقم قويسكم ما هنا وحق كلا أردن وأو حلال مركا واسداس كاس نوح حلالو بيا مركا تحلل الثاني ويهو انتو كل عبتو حاجك مركو وحو تقيا مسجد الله الحرام مركا سوح الله إمانا يطواف كي ويناء الطواف الإفاضة أو ما طواف الزيارة أو ما طواف الركن صدح ذا بولي يهي مركو كالا يمادو يا مالمهن دنبئ جمالات كالقران يأمين إيو انتا صوردان تحلل كامل أيو قبا أو فيركي سوالا دقما يوانيقا مربض نيشيكي عيالك سمالدو أي حاج أبحيسو وعيالك ميالها كو على القضايا منا داتك كو على القضايا لين ويسوب بنايهن دي قوسكو دا سعودين من رساسي كوادا حد ومن داتكي أهل حداي بالحج حج كلي حداي مفردا إسوغو كلي أقوفكي حداينا كواه رؤم بولمدي هاي واسكمت اون حج عمره داد وإسراعيسو إيها داد إسراعيسو حج كلي يتهداد حدو الحدتو وحكو حرام أه وحكا حرام أو وحكستا ومحضورات الحرام كأها إلا لغا قاريو ما صباح دا إن أي تايبشو طوانكا وجمرة العقبة أتكسو قدرتو أذيق أو مقوف عرفات صوصة ميسي مبيت بمزدلفات صوصة ميسي مش الحرام بأسو تكتوكو سود عيستي وحاتي مركا من آيات من صباح دي جمرة العقبة آيات الضبادي قروح كتورتي كدب بعض حداد حوالا ودي قور عدي واد حيرتي ساسوي مركا ومبعد حالا يو اسكو من مركا هدي آد مفرد آتهاي يهدي كالاو اسكو منو يهدي آتهاي مقارن ويكو كلا دوينو كليتا قفك كلي حجي حج كلي واتا انتو انتا سمايو يهدينا حج كمركو رمايو ايو سواء عمري سنة يا انتو تنعيم ميالي راتو ايو هدنا عمردي صوحرنا يا مركو عمردي صوحرنا وحيوانا يا مسجد كي تضوى قرب الضوافي كدب وحويان خلف المقام بولا بدر على كتوكان السعي بين الصفا والمرأة أيو سمين هل كاسو هدنا كحيرا ساسي كنا معنا ساعة عمردينا لم يحل المركب قفكي حج حدينا ومفرد الأوكيلي لم يحل الكما حلالمه من شيء وح أو مما وحي حرم منه لقى حران تنمية حتى أنت يقضي وكرم مايو مناسك الحج حج عماش يسي ومن روحي أما قفكي أما ضدكي أهل حدي بعمرة عمرة مفردة أوكيلي جيدة أو فطاف طوافي بالبيت كعبدي أيو طوافي وبين الصفا والمروان ووسع ذي بالله وطوافي لمن ده وانو حيرتي اما او قابي حالا وحا او بنان ما وحي حرم عنه لغا حران تنميي حتى انت يستقبل او كحدو حجا حج اله دان حجك لو كحدو وما انت بيشو اي سيديد تاي اي يوم تروي اللي ده ما انت سوحران ايا انت كو الرئيسة ومقالة مكة جوغو وحاويان وحكستا وحلالة نحن في الياتاسة واضح بين نقطي باب التمتع باب وجوب دم على التمتع قفكي مركا متمتعة وحوين أشهر الحرم أشهر الحجبة نجي ذا ياب عمر رئيستي كدبنا واذ حج ذي كاسا مر والبا متمتع لنا وكوع العلينا قف كاس وحكو واجبية نيف أريا إنو قلو دي وواي نيفكي أريقا العكتيبا مهيو نيفكي بالواي والقو قالي صدح لا صالة شقاع ذار تساسوي نيفكي بالواي حوليه بمجوغان أما العكتيبا مهي ستيد أما العكتيبا هاي ستا أريقا نيفو جوغاي ومارك حد يكبحي ينوي قالي ايان بس صون بان ماركا يادو بدل نيسان صون كصدح مال مدوحة كسومي حاجكا ياد كسومي سا وحانا أغفي عن مالمها عمريستي يحجك الوقوف بعرفة انت قلنا حيسا انا اصدح هذا السونتوس ساسا فضل بضان ايام التشريق والسومي كرا هو انصو ارقنا احديث بابنا لكن شافعي ذو ما اقلا شافعي ذو ما اقلا ايام التشريق ان لسومو هو حيليه وابا حران ان لسومو قود اهم بي يعني ميل كسو اجوكت لكن
حديث وان سو ارغني ددكا او اي لغا ربو اي صومكا صدح لا معلومه وا لصومي كرا حديث وان سو ارغني marka tamattu wata quraan baana sheegay quraan ba sheegay aayadan dheer ee xajka ka hadlaysay waa timul xajja wal umrata lillahi fa in husirtum famastaysara min alhadi wala tahliqu ruusakum hatta yamluqa alhadi mahalla oo nabigu kaleey salaatu salaam uu ruuxi xoolo wada qofkii hadi wada ila meeshii hadiga lagu qalayay laga gaado xajka kama bixi karo aayadaas waa daliil marka aayadu waxay sheegaysaa faman qofkii tamattaca ku raaxaysta bil umrati umradu ayuu ku raaxaystay maxaa laga wadaa wad cimraysatay dee markaasaad taxallul intaad gaadhaad raaxaysatay oo wax la wixii kaa xaaraan ahaa oo dhan baa ku xalaaloobay waad qubaysatay waad awalba qubays ku banaanay barfum baad xinito dharkii baad bedelatay wax walbaad samaysay oo xaaskaaga reerkii baad yaa isla dhaqmay wax walba yacni raaxadu saasaa laga wadaay waxa kale oo raaxada noqon karaa la yidhi inaadan dib dambe ugu noqonin meeshii laga soo xarmanayay inaadan aadin haddana faman qofkii tamattaca ku raaxaysta bilcumrati cumrada ila alxaji laga gaadhayo oo xajka ilaah ka xidhanayo fa calayhi waxaa ku waajabaya mastaysara wax u fududaada oo min alhadi xoolo la gowraca ah waa neef adhi ah neefka adhiga ane mar kasta waxaa shardi a neefkii udxiyada gudayay inuu yahay rii hadduu yahay ama hadduu yahay waa inuu laba jir yahay ida hadduu yahay waa inuu saddex jir yahay waa inaysan gees jabnayn waa inaynan maaragtay raaf aysan jabnayn waa inaysan cadho qabin waa inaysan jiranayn waa inaysan caata ahayn shuruudo badan oo yaa loo xidhaa waa inayna in la-ayn waxaasoo idil famaa wixii istaysara u fududaada oo min alhadi xoolo la goraca waa neef adhaya faman ruuxii lam yajid aan helin waad weyday ba adhiba lama keenin lacag aad ku gadataad weyday lacagta waa lagugu qaaliyeeyey fa calayhi korkiisa waxaa ada siyaamu thalaathati ayaamin saddex maalmood inuu soomo filxaji xajka uu ku soomo xaramkaa laga wadaa xaramka xajka hadda waxaa laga wadaa xaramka wa sabcatin toddobana idaa markii rajactum aad ku laabataan guryihiinnii tilka taas casharatun toban waaye kaamilatun oo buuxdo oo dhammaystiran toban maalmood daalika xukunkaa waxaa lagu leeyahay xukunkaa waxaa lagu leeyahay liman baa lagu leeyahay lam yakun uusan ahayn ahluhu reerkiisu xaadir ilmasjid alxaraam masjid alxaraam kuwa degan haddaadba maka degan tahay waxaasoo dhan aday laguguma leh can ibnu cumara aayaddii baa waxaa caddaysay haddana axaadiista ku soo aroortay bukhaari iyo muslim can ibnu cumara waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi tamattaca wuu ku raaxaystay rasuulullaahi rasuulkii ilaahay صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حجة الوداع بالعمرة عمرتي إلى الحج لقى قاريو يكون راح يستي محوكا ولا هدا تراح هذا الشيء يا وحى ليدي مرك الشيء يا ولفظي لفظي قام بتمتع أما هنا متمتعي ها قفكي أنتو كلي أنتو عمرة استمر كوري أشهر الحج haddana xajinayay ma aha maxaa jira nabigu kaa ma samaynin cabdullaahi ibnu cumarna dadka arrintaa wariye ayuu ka mid yahay marka warkaas sidaas ma aha yacni wa ahdaa wuxuu soo kaxeeyey hadiya ayuu keenay rasuulku sallallahu alayhi wasallam fasaaqa wuxuu soo kaxeeyey macahu alhadiya xoolihii lagu gowri lahaa halkaas min dil xulayfa meesha dil xulayfa la yidhaha meesha laga xarmanaya ayuu xoolaha ka soo kaxeeyey dad baanu lagu soo diray oo kaxeeyey wabada-a wuu bilaabay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam fa ahalla wuxuu xidhay bilcumrati cumra ayuu xidhay muxuu yidhi labbayka cumratan waxajan saasuu dhaha haddii aan hadda qaadano middan midkii rabaa la hormarin karaa dhibay leedahay male uma haddana ahalla wuxuu xidhay bilcumrati bilxaji xajkii buu xidhay
ساس تاسو يري نو صلى الله عليه وسلم فتمتع الناس وددكنا waxay ku raaxaysan maxan nabiga nabiga ayagoo la jira bil umrati umrada markaa hore xidheen ilaa xaj laga gaadhayo saas taas way dad waa sida aan sheegney way maxaa leeyahay maxay tahay macnaheedu taas waxa weeyaan labayka umratan wa hajjan saas fakaana waxa ah min annas dadka man dadkii ahda ku soo tala galay inay xoolo qaraan qalaan way ahda hadiyad hadiy bixiyay oo fasaaq al hadiya soo kaxeeyay xoolahi la qali lahaa wa minhum waxaa ka mid ah dadkii man dadba ka mid ah lam yuhdi an waxba u soo hadiyeenin xajka oon xoolaba wadin saasay dadka ahaayeen kullina waxaa la wada xidhay sida hadda meeshan laga garanayo qiraan baa la wada raacay xaj iyo cumro iyo xaj baa la wada xidhay sida loo badan yahay intii ilaa nabigaa lagu dayanaya khudu canni manaasika kub nabiguna saasuu yidhi falamaa markii qadima annabiyu nabigu uu yimid ama uu soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam makata maka dadkiibuu marka la hadlay qaala rasuulku wuxuu yihi naasi dadkii wuxuu ku yidhi man qofkii kaana ahaaday oo minkum idinka idinka mid ah ahdaa kii xoolo u soo hadiyeeyey xaramka oo xoolo wadaay qofka ahee fa innahu qofkaas laa yaxillu uma bannaana lishay-in wax oo xurima minhu laga xaaraantinimeeyey oo ixraamka daraaddii looga xaaraantinimeeyey wax ka midi uma bannaana tobankii waxa weeyaan aan ku celinayaaba tobankaas yacni tobankaas shay ee ka xaaraanta inkastoo mararka qaarkood asiiraha dhex galayaan oo laga yaaba inay tobanka ka yar yihiin laakiin shaaficiyadu toban bay dhahaan marka iyagaan iska qaadanaynaa tobanka tobanka oo maaragtay ka xaaraantina ah waa kuwan ويحرم على المحرم عشرة أشياء طبعا شيء بقى حرام تنما لبس المخيط وحلة طلي دوار أما هرقان قلي أو أما قربقش قربقلاء أو حقا قربها لقى سوق الشضي لحظة هكفر رعدين حبتك هكفر رعدين ميلك لكن ان قربقلاء أما هوستا لقى حدو أو ترقلاء وكا حرام دادك كو تاسوي وتغطية الرأس ماذا حاجة إنا الدباشو حتى هجوج من الرجل الرجع والوجه هوانكو إنا الدبولان وجهه من المرة تقف كهوانك صلبا معها وترجيل الشعر تمه الله شن ليه تمه الله شن لينا يا حران ما وحران كي يمكن له تدخل كي تمه كدع دعتان بدار تمرك أجلسوا إسأق هذي وشن لا نحمريه ama waxa qoday inay saddex tin ka soo go'ayaan kuwaasu ka yahay maahane ruuxii kale karaaha weeyaan maana xaraan ma aha waxa xaraanka ah xalqu timihi inuu xiro waxa xaraanka ah taqliimul adaafir ciddaha inuu iska guro waxa xaraanka ah barafuun wax ah oo ugu tala galay inuu marsado waxa xaraanka ah ugaadh inuu dilo waxa xaraanka ah inuu meher sameeyo ama qof isagu u meheriyo ama isagu wadaada uu dadka wax u meheriyo ama uu isagu wax mehersado waa ka xaraan iyaduna walwadu isu tagid oo qoysku ay isu tagaana waa xaraan walmubaasharatu bishahwa ninkii naagtiisu inay faraka ciyaaraan iyaga oo israba iyagana waa ka xaraan intaas weeye waxa la sheegayo ee laga xalaaloobayo ama waa ka xaraam leeyahay ee lagu celcelinayo ee mar walba aan arkayna intaas weeye marka nabigu marka khudbadan uu jeedinayaa saas weeye loo fahmo man qofkii wuxuu yidhi kaana ahaaday oo minkum idinka ka mid a oo ahdaa u soo hadiyeeyey xaramka xoolo oo ku soo tala galay fa innahu qofkaas laa yaxillu uma bannaana lishay-in wuxuu xurima minhu laga xaaraantinimeeyey tobankaa shay aan soo sheegay ama sagaalkaa iska dheh midka tobnaad ee shanlaysiga waa qofkii timuhu ka go-ayaane xataa yaqdiya ilaa uu ka dhammaystiro xajahu xajkiisa uu ka dhammaystirona waxaa laga wadaa dawaafkii rukniga basa u hadhay intii kaleo dhan wuu sameeyey waxaad ogaataan dadka
مقارن كا لبدا ساودا خريري مركي مركي يمادين حرم كا وي طوافيان لكن طواف كاسي طواف القدوم بالي لهدايو وحويان وواجب ما هاني اما وصنة ايه ما هكي حج كما كي عمرنا ما منا ما واو طواف القدوم وروح كستو مغالده سو غلا مكه انو طوافو يا سنه حدنا وحو كو دريا السعي بين الصفا والمروه اي كو دري السعي بين الصفا والمروه لاسي وحي كغا فلانتahay سعيي حجك اي عمرده بوي كغا فلانتahay لكن طوافك لكن طوافك وفك حجك حجك لغي حداي يقفك حجي عمره وضا حداي مكة غفل الله وحا واجب كوه مركة ما لنت بيشو اي طوانك تهي لسوح حلاله ابو او مهارنتي حتى بركة الاسكب بدلي كرايو وحو ايمان ايا مسجد كو ايمان وطوافي طوافكي رقنك اهابو طوافي سو حجكي مركة تحلو الكلب عبو السمي مركا ساسة اوضا سعونا يان يقضي حجه يان ربعين عنه فسرين تاس ومن قفكي لم يكن انا هين ومنكم إذنك إذنك ماذا اهداكي حولكيني فليطف هات طوافو بالبيت كعبال هات طوافو عمره بدشوا يا فيري روحا حول وذين او عمره بدلو ساسوي فليطف هات طوافو بالبيت كعبد هذا طوافه وبالصفا والمروة صفية مرونة هالصعدة وليقصر تمه حقابيو فيري مركان ولود دي إنه حيرم حجر حيرد وحلا لسوي معلن تطبنك على لسوي تحلل الأول بعلى لسوي وليقصر حقابيو نبكو ماله ماشى سوحة وذا فردية نمن وذا الرئيس ليالا وذا فردية تمجر ريال بفردية لو حد بود بكاجون سنا ريال كيسي أما لما يصير ريال بعد سنة إسا حبينا هذا دوق مقص وذا شرد ما وليقصر هجابيو وليحل الهنا حلالو بو خلاص ومتمتع مركا ليجنا ولا جربا ثم مركا أكدي ما أنت طبعا بيشو أي سداد تهاي ليهيل لها حدا بالحج حج ها حدا خلاص مركا ساوي حلو قط راي ولك هذا حدا تو ومتمتع بعدها إن لقى ربع ليك بالوحي راي حديث كان فيري نقول الصلاة ساز مركا دي إيشو أو آد عم رئيسة تو دسكرة حيسة تو إسقى أو بشي حج كا أتكجرتو ما حد سمعنا هدي ما لون يسمع ما له هذا كسو إيبي ما إيش كسو إيبي يقال فمن قفكي لم يجد أن هلينين هديان حلو نف وجرع عري يواي عادم بالشيء يا عادم حكلمه فمن تمتع بعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فما لم يجد في الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل حاضر المسجد الحرام وتقول أعلم أن الله شديد العقاب عيد أصبع أصل أماش فمن قفك لم يجد أن هلين هديا حوله وقورع نيف وقورع فليصم صومه ثلاثة أيام صدح مع الموت في الحج حج كبه صومه وان شاقنا وسيد أقفي عني وحاوي مركا العمر يستي إلى ما لنت يسديد تهي وأذحرنا يسي حجك انت ورنا حيس الصوم ساسا أقفي عن وسبعة تدوانا إذا مركا رجع أقول لابتي إلى أهلي غير كاقي مركا كل لابتو مال كله جديه كم سوى مكرتين اللهم إن دي شغالة وكتبه ماشي جوجا يسوي دقن تايمان عندنا وحص على ماركتي عماش حاجة كوي وحي سنة ها وحي واجب كها وحي أرنب بس وده نحيا له واجبات كحج كان عن الدين شغل محظورات كحج كمان شغلة فيري مرول بمدح حاجة كوجرتو حجك وحليه هاي واجبات بولي أركان بولي محظورات بولي
سنن نوليه أركانتا وحوين هذا هذا الله من حجك ما أنصحيه وحديق يمان تلوك بكرنا ماله وإن الله تما دروك نجا إن الله تما دوي وأنا أفر وصاب بدن ما إن أتكسر حرمة ميقاتك وقت الزمان جانا أي ميقات الزمان جي أو د بيشا شوال للقعدة شوال أردن للقعدة يطلنك أبوه رئيس محرم انت هاين وقته ودعاء سوحر منش طبعا وإن تسوله واسم حجرة انت صوب بلوتكم مجري كرتد إحرامكم مجري تودك كذيد ويتاس ميقاتك لغوك تلقى لين أتك سوحر منتو كاسو أمد ينيدي يوحي يشروضه ككلنا إلا بعدنا وهو الوقوف بعرفة وين عرفة استاكت ركنك كلنا طواف كواي أو طواف ركنك ركنك كلنا الحلقة أو التقصير وين تمها محيرتان أفرتا أمبليه حجو أفرتا أمبليه عمره ذو صدح أمبليه ذا إحرامكي وضميقاتك كسو حرمانيسي الطوافكي يا السعي بين الصفا والمروة حلقنا ويلا ما سكون من مرك حلق يد واجب ما هو سنه كواس مرك وحلا إلى هذا أركانتي وي وحجر مرك واجبات وحلا إلى حجك واجبات بولي واجباتك وأكون صوص على واجبات الحج وهوي الاحرام من الميقات ان اتكسو حرمته ميقات كي لوغ تلقى ان اتكسو حرمته وكو رمي الجمار ثلاث صدحنا دغح صدحنا ميلود بوراد ان التورن ان تورته لو سوما المبيت بمزدلفه ان المزدلفه بردنا واجب وي المبيت بمنى منى إن أتبردنا واجب أفر صوما وحكى له واجب طواف القدوم كنا واجب سيد الراجحة مركا إيو حير الشرع وخلاف كجر من مواجب أما سنة وحساس ويستحب أن يتصل على تلميذ أوكي محظورات كنا وصوا عركنا مركا ما نقول العلني إن شاء الله وحفظ سنتين مرك مرك توافك قدومك أنا واكن تواف القدوم مرك قفك مرك صقلو مقال هذا مكة إلى المسجد كتواف تو واكن تواف القدوم والركعة التواف يا مرك التواف طلا برك عدود اللي تقول مرك استو التواف طلا برك عدود بالسنة واتخذوا كي يشبوا الإلهي من مقام إبراهيم مقام إبراهيم مصلا ما لقدت كذو وإبراهيم هذا مساجك ولقد سوقوا قلاشي ستكت كن لكن ده وحريري ماشا هذا ماشا وإذا ماشا نلك الساسكي تكن إيسا بخاري مسلم عن ابن عمر وحا لقوري رضي الله تعالى عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان وحا إذا مركي طافة ومروا البابا حتى أقوه إذا مركي طاف وطواف بالبيت كعبة مركو طواف الطواف الأول طواف كوباد إلا صوق لواه أردك يلقو علين تلقو علين يصدح ذا طواف هراء إن أرد دال ربا أرد وين مجري ده وقت ما يزي لكن وحسكو دي سا إن بود بود وحتى درندور نها أعطي وحال ربا إن إن الله صعون يصدح ذا وريق هراء أفرت دمنا عادي بعض الصعون يسا والطواف ككوبان طواف القدوم كاللي إلى هذوي كوة كلكو مجران طواف الرقن كو مجرو كان سهل لو فهمه كان وحوها أبوري عبد الله بن عمر رسول الله رسولك إلهي أمك النبي كان وحوها إذا مركي طاف وطواف بالبيت كبدا الطواف الأول طواف ككوبان وطواف القدوم كاللي إلى هذو يا خب ورعلين جري ثلاثة أشواط سدح وريق سدح الأبوه الرئيس
ويمشي أربعة أفر نو سعنجري عادي بو سعنجري انت سوا حويا و وكعبة مركة للطوافية هذا لو حكو داري الصفا بين الأسعي بين الصفا والمروانة ملو حاجر الأرداج جرا هذا وماشي أقوه سيسو ماشي وماشي وحيان جرا لببورة دحضو دو توق مركو سورك متبيها مري جري هل كاسوي مصيل باليدا هذا مصيل يوحى سمجر مساج قديس يقول جرتاي لكن ولا علامة دي لبدي ملاد وحويا المذهب عجارة أيا يا المري المذهب حتى أنا لكن دتك أردي بعض الكيسة مركو دتك أردي أدوم أدوم نقدر وأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان وحى يسعى كي أرضه وي بطن المصيل ماشي أو أي بيهم مران ماشي بيهم مران مسيلكم ماشي بيها سيلك مكان جريان السيل وين مكان جريان السيل اسمه مكان بالي لكن اسمه مكان ج مكان جريان السيل ماشي ضعتك وقاضه وماشي أوجه السيسة لبعض برو نحن هذا ماشي عسنا وأرد جري إذا مركي طاف وطواف بين الصفا والمروة والمروة الصفائية مروة نحن هذا مركو صعوده صعب بالي لا أيضا كان ولا فهمي وحون وحي أن سكسة هلا وي وفي رواية أن اللهم بخاري مسلم إليه أن رسول الله رسولك إلى صلى الله عليه وسلم كان وحى إذا مرك طاف وطواف في الحج أو العمرة أما حج حرم ما لا أما سوى رسولك صلى الله عليه وسلم سكنا في عمرين كهرة عمرة القضاء كواس لقى ما حلاها وحن كان لنا حج كي نبيك حج كي نبيك هذا وحى مركو يمد طواف القدوم بو سمي رسولك صلى الله عليه وسلم مركو يمد طواف القدوم او سنة ايو سمي وحو كنتو كذي خلف المقام بو كنتو كذي زمزم كيبو عبي صف بين الصعب بين الصفا والمروة ان يون سمي هس حج كيسو اسكاحي سمر مركا عن ابن عبد وفي رواية اللهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحى إذا طاف مركو طواف في الحج والعمرة فإسلام يتكون أول ما يقد أول ما يقدم مركة كوباد ويماده وطواف القدوم كالي هذا طواف كالسلام تاع سعى وأرد جري ثلاثة تيورا يخب يولي هذا نوحل سعى وأنقعلين ثلاثة أشواد صدح وريق ومشى ولغين جري عالي أربعة أفر ثم مركا كدب ويقول لما أتو سجد وتكنجري سجدتين لما رجع عضو بهذا القوة ضاي مركي يقول لما رجع عضو لما يستهي ثم هدنا يطوف ويسعنجري بين الصفا والمروة يسعنجري ورعتوا هاي مركا تنحق مضبا إلى هذا هاي يعني ساكين شايقو سنة كيل هذه هجرة ويساق رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك وأصحابتي سؤال شيئا ويدوان عمري سنين قريش إيو مسلمين تونا هده انت صوت دقال بعد نحمري دقال كي بدر وقال هذا اللي جبيه دقال كي أحد أو مسلمين تلالعيه اللي مجبين لكن داد لقال لعيه بفربضان وليو أن نقرأ لقال لعيه دقال لك لو قوة صحر نحمري يدو انت سجرته وحنا بدأ يسنجرين وحوان وانا ونحن هذا مرتين يسنجرين بي نبي عليه الصلاة والسلام من سوع من ريستان دي دقال معانا حوله هديقي إن حج السعودان وحيكو عدين يعني هديقي بي وذين مركا قريشي وديد دي ما قلت له كو أتكيستين مرنا سنة كان عام ريستان وكو أتكيستين نبي قلت له قال هذا سلح ديبي وحلي لهذا وحكم إذا هيد مركا هشيس كسلح الحديبية وحكم إذا هيد سنة كدام بين السوق مريستان خب وين إن السوق هذا إن السيفه ولا بقال ككجرو إن يكون يمدين تاس مركا والله جب حي ما لين تاع السوق مريستان يين والله جب حي مسلمين تأدب وتربنا والله جب حي مشت كله لكن ما له كفيرين يين مركز دعايد بلا فافين يا ودول السعادين يوحى لي نمنكي عربتها اللي منكي قريشات مركز اتجان
ميل مدينة اللي ده هذا أو بير اللي هو قنين له أو قطي أدد قطي أو بير قطه وين يس جرين سيد الصومالي ده رم قال لي دي يبقى أيو يستو ضد كبيره فش أو قطي أيو ده هذا أيو يس جرين أو نكل ده هذا أبو جهل مركي تقال كي واحد بدر لوجود لي مركو هريك مرد منين ولا بقون قوي ولا سقي أدب الله سقي marka nabiga wuxuu yidhi bal ordo oo hala soo fiiriyo ninkii inkaar qabay mujrimkii Amr ibn Hisham waxa ugu horeeyo arkay Abdullah ibn Saud ba arkay nafay ay ku jirtaa waana iska sii sakaraad dana waa do sheydaankaas wuxuu yidhi liman qalabta yawma wariyad kaaday maanta ma anaga adkaanay mise waa idinka مركز وحول الغلبة لله ورسوله إلهي رسول كساد كعدي مركز ويسكت هذا قرط إنه كجوي مركز لقد رقيت مرتقا صعبا بري مال هذا هو كلا إن فول جرين بعض فوشة وما وجهل بعض مع عمري مشان بعض فول إسا هذا هو عبد الله مسعود مسكينة مركز مركز إلى سيد ليبو على علي ويحكوا على علي وحكم ذا لو أن غير أكار قتلني ما وحيد ده قبر جبان كم إلى أبوه مرة بعده له هدينا وحن قط عيني دلين تترجى هدي دلان أقوما أي واحد دلوا وقط بريله يحن أو مارك ترهم مدينة مركا تعيد داس دعين واحد يعني كان عادي بعنتيا وحبب النفب مهيان تبان ويكواس أن تعوانو واركي بان نبيغ سوق قاري مركا جيمتور دوح اللي راهدو يعادو قار دوح سقارا لوغو سبكلا يا نبيغو حو أمري أصحابتا لبشايبو أمري بدوح اللي راهدو الإضباع قرواحسي بالي راف سمالك إضباع قرواحسي قوح اللي راهدو إلا وضاد عمري سنة قوء حوسي يا قوء كريه وين موتاي go aad hoonaysay intaad soo laabto oo maaragtay aad kalkiisha hoos aad mariso oo halka degta gacantaada midigta ah feeri gacanta midigta ah garabka ka bilow ilaa inta cududa ah xooga ah waa in banaanka la soo dhigo oo aysan ayna maradu saareyn garwaaxiska saas ay ku imanaysa bal horta garwaaxiga halad soo inaynaan caata ahayn oo xogeen jiro halad tuso تاوامد سنادا سوايها ولو سيدي باو جرتا دادكو ايالان انكا سوالا غمر موالي الوارد دي حكمت داون بايد هاد دي حكمت دينا واي تكتاي لكن ويحي نبغا اللوو اركاي اللي سمعين لسكا سمعيا فيعن محيكو يالي بدا كالانا ادي نمان تبردارن ان اي سنهاين ما اشا دوافكم وحي مصافير معها ان الاردو مركا داد اردية وحوغلي اي ان لوو دينين ان ايهين سقالد لو توسي جيمتورد كاس اهد marka saddexda dawaaf ee saddexda wareega hore ee ordayo taasay xigmad u ahayd in la tuso dadkan inaan been inay taa ay dacayd been ay la sidii maanta ba sidan baa la soo dacayeen yahay ee saaca uu socon jiray ama uu ordi jiray thalatha atwaaf saddex wareeg wa masha uu lugayn jiray أربعة نفر ثم مركز كذب سجد وسجود جري أموت كن جري لبرق عضو سجدتين لبرق عضو ثم يطوف بين الصفا والمروة وعن ابن عباس أن رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا وعمريستين وتيد مقتهي وعمرة القضاء من الجعران ميش اللي داء يكسو عمريستين فرملوا بالبيت مركز فيري سعي نواليدي خبنا واليدي خملنا واليدي انت ودن وا اورد كيرك غولينت ليرا سوماليغا رعلين اما غولين لبدبا ددنا غولين بينا ددنا رعلين باليرا وا اورد كان ان ادنا ادن دوود اوردينين فرملوا وين رعليين بالبيت مركي بيت كدوافين عندما كانوا يطوفون بالبيت وين رعليين صدح واتنتي دمبه ايه الضباعي أن ذي شجعي الضاعي نواكن وجعلوا واحد كذا جنبودي أرديتهم
go'yaasha go'a kor laga qaata leeyda ka hoos guntiga ama ka kor laga qaatana waxa ka dhigeen waxay galiyeen taxbta aabaatihim kilkilooyinka hoostooda kilkilada bilixda yaa la geeyay markaasa waxa la baneeyay garabka midigta iyo cududa qad qadafuha waxayna ku tuureen calaa cawaatiqihim alyusra gacanta degta bidixda ayaa go'ya lagu tuuray midigtiina inta hoosta laga geliyay kinkisha midigta ah ayaa maradii xaggaas loo riday saas weeye garwaaxsiga dadku way yaqaaneen wa fi riwaayatin faramaluu way ruculeeyeen bilbeyti markay tawaafiyeen beytka thalaathan saddex wamasha way socdeen arbacan afar intii unbaa lagu celceliyaan bas siduu rabaa u sheego وعن عبد الله بن سائب بن الراوحة لقوريي قال وحوري سمعت أنا مغلب رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يقول أرني بين الركنين لبض التير كعبد واتقانينه ومستطيل مركا أفر ركن بيلا أفر در وحيلة هاي يعني ركن أما زاوية دود أفر لبوحة ليلة هذا يمانيين بالله حق يمن بوجدان وحق بارغا تقريبا اما كونفر لبنا وحي وجدان حق قرحو دحبا وجدان وحا لراهدا شاميين ما حجر حق شام باجرت حق انا يمن باجرت مرك افاتا ركن بي ليده لبدا ركن يمانيغا ليرهدو يا ميدكا سي شيسه اي وحا لراه ركن اليماني بالله ككلنا ركن الحجر حجر الاسود كو كجرا واي مرك arkaanta nasaa u kala fahma markii intuu ka rasuulku sallallahu alayhi wasallam labada rugni ee u taaban jiray taabsan jiray oo saas gacantisa ugu taabsan jiray waxay ahaayeen labada yamaaniga labada shaamiga lama taaban jiray labadan way markaasa waxa lagu dari jiray midka xajarku uu ku jirana hada xajarka in la dhunkado baa lagu dari jiray ruuxi ay u suurto gasho وانا حجر كركن حجر كنا وماشى طواف كان لقى بلابو هذا اما عم رئيسو اما حجي مهليسيد زحمه وحجرته الهي اوغي قاتله ما حجر كي مهليسيد مركا لكن ما حد سمينه مركا طواف كان بلابايسو ماشى كو ادن حجر الاسود كو ادغرنيسا ددكا واحد غرنيسا وقعمه تاغي الله اكبر ودا دحي ادغرنيسا حجره waxaa raba markuu dawaafku uu ku bilaabanayaa markasta oo dhameeyso xabad iyo markaad bilaabaysaa fiiri markaad hal wareeg sameeyso iyo markaad bilaabaysaa koobadeed bilaabayso waxaad u jeedsanaysaa gabigaag weyn waxaad u jeedsanaysaa xagga xajar al-aswad kaad u jeedsanaysaa ruskniga yaad u wada jeedsanaysaa markaasaad allahu akbar tiraad gacanta xaggiisa u fidinaysaa ilaa way ku suurtagal waday inaad taabsato iyo inaad dhunkati iyo midna haddii laa yukallifu llahu nafsan illaa wusaxa weeye fattaqu llaha ma statactum way intaasaad awoodaaye intaad gacantii saas ku tidhaahdood allahu akbar tidhaahdo ood gacantaada dhunkato ayaad soconaysaa guclihii baad bilaabaysaa mar kasta ood dawaafaysana kacbadu waxay kaa jirtaa gacantaada bidixda ay kaa jirtaa marka waxaa loo dawaafaa waxa la yidhaahdo counter clockwise saacaddu siday u socoto maahana cagsigeeda counter clockwise baa loo socdaa taas waxay la socotaa kownkan aynu ku noolaho dhan baa saa u wada socda kawaakibta nujuumta ama stariska billions and billions and billionska taasay u wada socdaan falagooda markay ku xusaan dhinacasay u socdaan atamyada ay wax walba ka kooban yihiin elektroonayaasheedu waxay u socdaan maaragtay counter clockwise bidix bay u socdaan midig bay u socdaan maaha midig intay u socdaan inay bidix u soconayaan ma ah marka xajka markaad kacbada dawaafaysa dadkaasaad la sanqaadaysaa kownkaas ayaad la sanqaadaysaa siduu u socdo xarakada dadka kownka ilaahay caabudaya wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum kownkaa tasbiixsanaya ee saas ilaahay u tasbiixsanaya ee saa u wareegaya ee mid walba meesha ilaahay ugu talagalay ku wareegaya ayaad ka mid noqonaysaa marka adigana marka kacbada saasaa loo dawaafo meesha laga bilaabayaana waa rukniga oo xajar al-aswad kugu jira waxaanad ku garanaysaa dadka waxaad arkaysaa kulli gacmaha saa wada taagayo allahu akbar marka adna iyaga un isaga dayo ilaan cid ku ogol ma jirto inaad kasoo ag dhawaate
marka waxaan arkay boodi labadii rukni ki yaman yamaniga ee yamaniga intu ka yimid ki kale dhaxdooda markuu rasuulku maray isaga leh ducada aqrinay rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban wa du'ad dil du'aysa mid ugu shaamilsan waxa jira waxay tahay ilaahay wuxuu ka sheekeyay dadka hajiya ee du'aysta saddex way fid waxay dhahayaan rabbana atina fi dunya وقالتي بقى لقاحظي الدنيا إلى هو عنو كسي بديه جرين آخر بقى لأن ما برنسنه مركا كواس اسكرلاف تدكا مؤمنين تنوحي الله يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأقطة حسنة وقنا عذاب النرساس دعاء المركا واحد جرينين صحابي اوهو داد با واحد يهو ورنو الدعي حانو مرا انو عراق جوغي مركا سوي انتنوي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأقطة حسنة وقنا مركا سأل نو كرلي باليد marka wuxuu yiri madam wax dhiman ba jira hadii adduunka oo dhan wixii khayr ah lagu siiyo wixii sharana laga waxayo naartana laga ilaaliyo maxaad jannada aad heshay maxaad sugeysaa maxaa kalood rabtaa ma wax dhiman ba jira saas weyn marka labada rukun dhexdooda saas uu nabigu aqrin jiray adigana inaad aqrida weeye ama cimrayso ama sida kasta oo dawaaf marka ruuxa xajiyay saddex dawaaf ma kullay ah dawaaf qudumka dawaafki ziyarada iyo dawaaf wadaa marka sagootiga saddexdaas dawaaf waan jaabir ibn abdullah waxa laga wariyay qaal wuxuu yiri lama markii faraga uu dhameeyay rasuulullaahi rasuulki ilaahay min dawaaf albayt kaabada dawaafkeedi markii uu dhameeyay todobadii uu dhameeyay labadii markii todobadii ataa wuxuu yiri rasuulku maqam مقام إبراهيم إبرا نبي إبراهيم ماشي إسكت تاجي نجح إسكت تاجي بعد مركو كعبة اللي سيء نجح أنت الله سوق هذا إسكت تاجي كاس مقام إبراهيم وي مرك مسجد كي أنت عليه كعبة دي يا لقى سويرة فجاي هذا أركي صار روحي حجيا وقرنا يا واركيا هل كاس يمد فقال عمر باوحيلي يا رسول الله رسولك إلى هايو هذا كذي مقام أبينا إبراهيم abahani diinta iyo tawxiidka abaha inoogu ahaa iyo nasabka xataa nafteeda ilaan wuxuu dhalay ismaaciil buu dhalay ismaaciil baan ku abtirsanaynaay alladii ki weey qaal allahu ilaahi uuri wattakhidhu maqaama ibraahim musalla waxa la yiraahdaa oo de sugan hadda xadiidkan si kale u yara samaysan yahay wuxuu yiri maaragtay maqaama ibraahim aynu ka dhigana meel lagu suju meel lagu tukala aan ka dhigano isaga soo jeediyay muwafaqad isaga yidhaahdaba muwafaqad waxyaabaha quraanka ku waafaqay sayidina umar yey ka tan kamid tahay iyada iyo xijaabka haweenka la xijaabayay qaar ahaan in xasaska nabiga in xijaabkoodi iyo maqaam ibraahim lagu tukaday waxas iyo mid kale oo hadda iga maqan saddexdaasba markaasay soo dagatay wad taqiidu maqaam ibraahim musallan ka dhigta laakiin markii hore isaga ayaa soo jeediyay waan jaabir ibn abdullah waxa laga wariyay anna nabiga kuibay ku celcelina anna nabiga nabiga sallallahu alayhi wasallam ramala wuu ruculeeyay thalathata atwaafin saddex wareeg laga bilaabo min alxajari xajar alaswad ka laga bilaabo ila alxajar alaswad laga gaadhayo saas weyn kana laga bilaabi kana lagu dhammayn intaa saddex goor oo sidaasa ولا الرعلي أفرت كلنا ولا اللوجي عادي بالله السعودي وصلى أوت كذي رسول كل ركعتين لا بركعة دوت بوت كذي خلف مقام أي كنت كذي ثم مركا كذب عاد وكسر الله بتي إلى الحجر نجح وكل صلى الله بتي ومن كذي ثم ذهب وحو آذي رسولك إلى زمزم زمزم بو آذي زمزم أي آذي مربع هذه الليلة ولا أرضي aad aragtana waa dawaaful qudumka marka la soo galiyo dawaaful rukniga iyo wadaaci iyo lama ordayo waa kan bas uma markaa kadib dahabu wuxuu aaday ilaa zamzam zamzam buu aaday fasharaba minha zamzamtii buu ka soo cabay wasaba wuxuu ku shubay biyihiisii calaa ra'si madaxiisa uma haddana rajaca wuu soo laabtay fastalama arukna ruknigii uu xajarka ku jiray iyo xajarkii ayuu haddana gacantiisa ku taabtay uma rajaca wuxuu ku laabtay ila safaa buu ku laabtay faqaale wuxuu yidhi ibda uu ka bilaaba
بما تي بدا الله الهي وكبلا به سو الهي مده ان الصفا والمروه مرك الصفا يا لغا بلاوي. وعن جابر بن عبد الله وحالغ وري ان رسول الله رسول كيلاي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت كعبة اي طواف رفا رمالا ورعلي من الحجر الاسود لغا بلاو ثلاثا صدح جير. ثم صلى ركعتين الله ركعات بوتكدي وقرا فيهما واقري مد هره قل يا ايها الكافرون بكو اقري مد لبان و خو اقري قل هو الله ساسلغ يقان حدنا دغخ او لا تابسد لنا دنكدو اي دليل تهي باب استلام الحجر وتقبيله دغخ اد غانتاده كو تابته دنكتنا هدي سورتغل كو تاي عن عبد الله بن عمر وحا لغوي رضي الله تعالى عنه عنهما قال وحول لم ارى ما اركن يستلم الرجال هذا عن عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله تعالى عنهما قال وحول لم أرى ما أركن النبي النبي أو يستلم تابنية تابسنية من البيت كعبلا إلا الركنين اليمانيين إلا بدا ركنين حق يمن جيدا مهنا لا بدا حقوني من حجر الأسود كيالو من كسي الشايو لا بدا صوحان هين ميل كالو كعبلا أو رسول كتاب سنية أنا قم أركن بولي مجرين مردين مرتين مرتاب سنية ما كلا ما أم كتاب سنجرين ما ملاح كلا متاب سنجرين. وفي رواية رواية اللهم بخاري مسلم إليهين قال وحولي ما تركت أنو كما تقيم بولي مرنا واحكا صودعا استلام هذين الركنين لبذا ركن إن أن تابصده في شدة يدو أيتهي عجيري أجر رب ربك أجر محيح ويسوق آد ليس عجيريني ولا الرخائن يدو بسك برواقع ويماشو إسكتهي حالك وضع برواقع دو حالك وضع أن عجيري جرين منذ لغب بلاب رأيتو أن أركي النبي النبي يستلمهما لبذا استابصني مركا أن أركي. وفي رواية البخاري وحيد قال عبد الله بن عمر وحيد سأل الرجل نبا ابن عمر بون ويدي عن استلام الحجر دقى حتى في الشديث فقال عبد الله وحيد رأيت وأنا أركب لرسول الله رسولك إلهي ويستلم دقى حتى مني قعنتي سوك تابني ويقبله دنكني أنا. قال عبد الله بن عمر وحيد مس قال إنك باجدي قلت وحان إليبودي مركان ننكي با ويديني أرأيت كوران إن زحمت هدي لي عديديو هدان وقاني وايو عديدي ونع كوران أرأيت كوران إن غولبت هدي لي أتكادو أنت مقارب واي ماشي. قال عبد الله وحكوري اجعل كدك بودي أرأيت دي باليمن يمن وغيمو مكانين ملاها يمن كي يمدها يمام كلا يمان وقصوا تكبرنيه أرأيت كده ذا لو ماشي صور تتكير هذا ما أنت صور تقلكو معها وحويان نبدأ نكوك حق بدن يحي إياه دتك ملاحظة أهدى ولده أي أنت بليس كيانا أنا دتك وحيران معهني عندما سار يسد أنا وأنت سقور بنتك ملاها وأنا وفت عين أي نص صور تك شيء ودتك نلاقي عليه عمر سنين مركب وحولي اجعل أرأيت كورن كورن باليمن يمن وقائمه رأيت وان أركب رسول الله رسولك إلهي مانك صلى الله عليه وسلم وطعب سنية وقعنجي سكتا ويقبله دنكنية مركب أنا قد دين ما يأريت ذا يقدح بولي وللمسلمنا وحاسوك قال وحولي نافع وأردقي سيه رأيت وان أركب ابن عمر أو يستلم وطعب سنية الحجر حجر بيدي قعنجي سكتا بني ثم قبل يده وقعنجي سلون كذي. وعن ابن عباس وحال قوري رضي الله تعالى عنهما قال وحول طاف النبي النبي طوافي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير استقوى أوركس سارا أيك طوافي يستلم الركن حجر كان وحول كتابني بمحجن بكارد وترسولك بكارد بمحجن كالليلة بكارد ويستأيو كتابني في رواية البخاري سيلو أركوي وجدك لو رسولك مركا كلا هين فرق وحوفولي إن يدتك أركان ماشي لقى الطواف يو ماشي كبلا من يطوافكو وحال السماين يو وحاين أركان يعني دي ودتك كل حجر مية أركل هاين
وفي رواية البخاري إنه دتك إسكوي نين سيني يسدد دتك هذا ما لحد ما شحرنا يعني من ما هين دتك كنت سيء أنا رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت كعبة أو طوافي وهو يسوى على بعير أو سارا أم رتي أو رتي لبدا بالله وكوين كلما مركزته أتى يمادو على الركن ركن وحجر كوجري وهي ركن اليماني وكيم أشار وحكو في قجري إليه حجرك بشيء وح أو في يده قعنتي سكسقنا وبكور الدعسة وكبر الله وكبر بلي هجري مركا تاسا إنك إنك فلان إنت إنك قعمه إنك فيقنو إن إنه الله أكبر ندهانو مركا إن شاء الله هلكا سندرس وكده إننا السعي بين الصفا والمروة وح جديد هي مجرو أحكامتي هرين أولا خصناي لكن هدي وح على الرواة أحكامتن ميشا لغا كياناي أي فقهاء وكأوروريان ماشي بينه إنه نحن نحدا بالناينا مرك إن شاء الله أنت أسعشرك إنه واجي هاي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرك عن درسك الجوجينا وحويني يقوم الدعين رالي هذا السلام عليكم ورحمة الله.